الاستاذ محمد مشكا منسق الندوة الدولية حول قضايا الفلاحة والهجرة والتغذية والتحديات التي طرحوها على مستوى افريقيا واوروبا ودول اخرى. هذه الندوة الدولية هي في دورتها السادسة وتحتضنها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير باستضافة مختبر دراسات حول الجنوب، واستضفنا في هذه الدورة عدة فعاليات من ثلاث قارات ويمثلون أكثر من 10 دول من بينها البرازيل، الكاميرون، وتونس، ألمانيا، إنجلترا، فنلندا، النرويج، إيطاليا. إذن دول كثيرة متنوعة تمثل خبراء وأكاديميين تقاسمون تجارب وأبحاث ميدانية حول هذه القضايا ذات رهنية على المستوى الدولي. ولا يخفى أن هذه الندوة تتضمن محاور جديدة تتعلق مثلا بالتحولات المناخية والهجرة المتسارعة التي تعرفها كثير من البلدان مثل إفريقيا وغيرها، ثم أن هناك أيضا الهجرة العمالية المهمة نحو البلدان الغربية، وتأنيت هذه العمالة الزراعية سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي ومساهمتها في تطوير سلاسل الإنتاج الفلاحية على المستوى الدولي. تحية لك.